ايش يقول؟ يقول الباب اللي قبل هذا باب من الشرك، وهنا قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. لماذا لم يقل الشرك في الرقى والتمائم؟ لان الرقيه تنقسم الى قسمين، شرعيه وشركيه، والتمائم كلها شرك. التمائم قاعده كلها شرك، الا اذا كانت من القران فهي محرمه. انتهي؟ فهم مفهوم؟ لماذا قال في الباب الاول باب من الشرك لبس الحلقه؟ لان كلها شرك اما اكبر او اصغر. هنا بدا يفصل، قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، لان الرقيه تنقسم الى قسمين، شرعيه وشركيه، رقيه شرعيه ورقيه شركيه. الرقيه الشرعيه لابد تتوفر فيها شروط ثلاثه، اختل شرط من هذه الشروط الثلاثه تنتقل من شرعيه الى شركيه وانتهى الامر. الاول ان تكون الرقيه من القران، كان يقرا الفاتحه، أو بالسنة كان يقول أعوذ بكلمات الله التامة، أو بأسماء الله وصفاته كان يقول يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي أو بأخي. تمام؟ هذا الشرط الأول، أن تكون الرقية من القرآن أو السنة أو بأسماء الله وصفاته إذا كانت من باب الدعاء. يصح أن يدعو باللغة الروسية، باللغة البنغالية، باللغة الهندية، باللغة الأردية، بأي لغة يصح يدعو بلغته، لكن بشرط أن لا يغير الأسماء الحسنى. يقول يا الله ثم بلغة يقول مثلا زوجني، اغفرني، ارحمني، كذا. تمام. الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع، يعني لا يصح أن يتكلم بكلام يقول خربوش خربوش، لا ندري إيش هذا، أو يتمثل. نقول لا، نريد نفهم ونسمع ما تقول. لو يأتي مثلا عندنا مفتي المملكة حفظه الله ويريد يقرأ على لسان، نقول لابد تقرأ بصوت مرتفع، هذا من؟ وهو المفتي عندنا، فما بالك غير هذا. ولا يوجد، اسمع، لا يوجد رقية بغير اللغة العربية، لا يوجد رقية بغير اللغة العربية إلا إذا كانت من باب الدعاء، بشرط أن لا يغير الأسماء الحسنى، لأنه ممكن ينادي الشيطان هو، يقول خربوش مثلا، أنا لا أدري ما هذا خربوش، نعم. طيب، الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب، ولهذا قال لا يسترقون، لأنه أغلب الناس يعتقد في الراقد، فيعتقد أنها سبب، والذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. بعض الناس هدانا الله اياه يظن انه مسحور ومريض وبه عين وبه كذا وموسوس وبه رقيه ودائما ياتي للامام وياتي للشيخ يقول انا تعبان يا اخ، وهذا الامام ايش يصنع؟ يقول خلاص عندي؟ لا، لابد نعلق الخلق بمن؟ بالله. فإذا جاءك إنسان قال يا أخي أنت طالب علم وش رأيك تدعو لي؟ تقول اسمع، أنا أدعو لك وأنت تدعو لي، أنا وأنت لابد نفتقر إلى الله، وإذا كان لديك مانع من إجابة الدعاء لا يستجاب حتى تفتش عن هذا المانع، صح؟ علق الخلق بالخالق. الشيخ بن باز رحمه الله اتصل عليه رجل وقال يا شيخ عندي أخ مريض ونريد تقرأ عليه، قال اقرأ على أنتم وهو يقرأ على نفسه. قال الشيخ نحن لا نعرف الرقية ولا نحفظ القرآن، قال تحفظ الفاتحة؟ طبعا. قال نعم نحفظ القرآن، قال اقرأ على الفاتحة، قال قرأنا لم يرى، قال يقرأ سلام عليكم. لا يوجد عند السلف أماكن خاصة للرقية وبيع العسل والزيت لا يوجد هذا. من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، نعم، لكن علق الخلق بمن؟ بالخالق سبحانه وتعالى. السمع الثاني التمائم. التمائم ايش قلنا السابق؟ كلها شرك وارتاح، الا اذا كانت من القران فهي محرمه. لماذا قلنا بالتحريم؟ لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم،
ولكراهية السلف، الكراهة عند السلف تحريم، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه. والثالث فيها فتح باب شرع للناس، هذا يرى كثير من القرآن، هذا يراه يظن أن التباين كلها جائزة، سد الباب. الرابع فيها امتهان للقرآن، لماذا؟ لأن الآن يدخل بها للحمام، وإذا كانت على الغلام الصغير قد يأتيها شيئا من بول الغلام، فالتمائم كلها من الشرك إذا كانت من القرآن. إذا إخواننا لا نعلق أي شيء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، من يحفظ لنا هذه الأشياء؟ من يحفظ أولادنا، بيوتنا، سياراتنا؟ الله سبحانه وتعالى. وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يدري. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. باب ما جاء في الرقى والتمام. طيب، من تعلق تميم أو تعلق ودع، ودع أشياء تؤخذ من البحر، أصداف يضعوها قلنا على البيوت يزعم أنها تدفع العين وكذا، رأينا إنسان عليه تميم، إيش نقول له؟ ندعو عليه؟ كيف؟ لا، ها؟ لا أتم الله لك، ولا ودع، لا ودع الله، لا ترك الله لك. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: مخاطبة هذا تؤدي إلى شحناء ممكن، خصوم أو تنفير، فماذا تصنع؟ في الحديث لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو عليه بالخطاب مباشرة، تقول لعن الله من ذبح لغير الله. هذا الأخ يمشي الآن في الساحات الحرم، وجد امرأة سافرة، نسأل عبد السلام، يقول الله يلعنك يا ملعون ويلعن بجابك، لا ما يمكن. قال عندي حديث، نقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يأمر أن تخاطبها بماذا؟ باللعن. إما أن تقرأ الحديث وما يمكن أن تسمعها أصلا، تقول اللهم لعن كل سابق، وإذا أردت تعظها تقول اتق الله يا عمة الله حتى لا تكوني من الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نلعنهم، مفهوم؟ وعلى هذا الأحاديث مفهوم. إذا هناك فرق بين أن تذكر لعن أصحاب المعاصي على وجه العموم لا التخصيص. طيب، نعم.